ينضم لنا من الخرطوم مراسلنا أحمد ضو البيت. أهلا بك أحمد. إذا اشتباكات متواصلة بين طرفي الصراع، الجيش والدعم السريع، كيف يبدو المشهد الميداني تحديدا في الخرطوم؟ نعم يحيى، المواجهات المسلحة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع اليوم في الخرطوم بالتحديد يعني كانت متقطعة بشكل كبير، ولكن الاشتباكات بشكل عام تركزت حول منطقة الشجرة، مدرعات الشجرة. هذه المنطقة العسكرية المهمة والتي أدت هذه الاشتباكات إلى احتراق مستودع للوقود في تلك المنطقة. حتى هذه اللحظة ألسنة اللهب تتصاعد من منطقة المدرعات الشجرة نتيجة للمواجهات العسكرية التي دارت هنالك. قوات الدعم السريع بثت فيديوهات أكدت أنها سيطرت على مجمع اليرموك، منطقة للتصعيد الحربي، والقوات المسلحة قالت إنها ما زالت حتى هذه اللحظة تحكم سيطرتها على مجمع اليرموك، وبالتالي حتى الحرب الإعلامية ما بين الطرفين هي مستعرة جدا في ظل انتشار الكثير جدا من وسائل التواصل الاجتماعي. يقوم الناس بالتصوير، وكذلك قوات الدعم السريع تقوم بتصوير المناطق التي تسيطر عليها، كذلك القوات المسلحة، وبالتالي المواطن حتى هذه اللحظة في حيرة من أمره، نتيجة لأن هذه هي حرب جديدة، حرب إعلامية من نوع آخر، ويعني لا تشبه المعارك العسكرية التقليدية السابقة، باعتبار أن الجنود يمتلكون الهواتف الذكية ويستطيعون تصوير هذه المعارك. كذلك سمعنا عن دوي انفجارات اليوم في مدينة أمدرمان، كذلك في مدينة بحري، ولكن بشكل عام قلت حركة تحليق الطيران العسكري في سماء الخرطوم لهذا اليوم. اليوم يبدو هادئا أكثر من يوم أمس. يوم أمس كانت المواجهات عنيفة جدا، وصفت بأنها الأعنف منذ انطلاقة الحرب في الخرطوم في 15 من أبريل، وبالتالي قد نلاحظ أن دخول المدفعية الثقيلة في هذه الحرب واحدة من التكتيكات الجديدة التي يتم استخدامها، ولكن يشتكي المواطنون في كثير جدا من أحياء الخرطوم أن هذه المدفعيات تقع قذائفها وشظاياها على منازل المواطنين. هنالك الكثير جدا من الضحايا الذين راحوا ضحية لهذه القذائف التي تطلق من مسافات بعيدة ونتيجة للمواجهات المباشرة. طيب أحمد، ماذا عن الوضع الإنساني خاصة داخل المستشفيات ودور أو دور الإيواء سواء للأطفال أو للمسنين؟ ماذا عن الأوضاع داخلها حاليا؟ عم سونيا، فيما يتعلق بالجانب الإنساني، الخرطوم ودارفور تعانيان من نقص الغذاء، نقص الدواء، وحالة إنسانية مدرية جدا. تحديدا هنا نستطيع أن نتحدث عن الخرطوم لأننا كشهود عيان لمدينة الخرطوم، كثير جدا من الأسر الآن فقدت فقدت الغذاء تماما، نتيجة لأن الممرات الإنسانية حتى هذه اللحظة لم تفتح، وهنالك يعني مساعدات إنسانية كثيرة جدا متكدسة في ميناء بورت سودان لم تصل إلى ولاية الخرطوم، كذلك الانقطاع الدائم للمياه. مثلا في مدينة بحري منذ شرارة هذه الحرب وانطلاق هذه الحرب حتى هذه اللحظة مدينة بحري تعاني من انقطاع كامل للمياه، كذلك القطوعات المستمرة والمبرمجة للتيار الكهربائي في كثير جدا من مناطق ولاية الخرطوم مع عدم وجود الدقيق، كذلك الأفران أو المخابز، الكثير جدا من هذه المخابز خرجت عن الخدمة. كذلك فيما يتعلق في جانب المرضى خاصة الأطفال الذين تم إجلاؤهم وإخلاؤهم من مستشفى المايغوما، مستشفى المايغوما يعني أو دار المايغوما، دار المايغوما للأطفال فاقدي السند والأيتام. هذا الدار يؤوي ما يقارب 350 طفلا ورضيعا، كذلك تم إجلاؤهم إلى ولاية الجزيرة في مدينة واد مدني. كانت هنالك مناشدات كثيرة جدا قبل أن يتم إخلاؤهم، إلى أن هنالك أطفال في هذه الدار يجب أن يتم الانتباه لهؤلاء الأطفال. نعم. ولكن كانت مناشدات بالفعل وزعت، ولكن الأطراف لم تلتزم، وبالتالي يعني إجلاء هؤلاء الأطفال أفرح كثيرا جدا
الشعب السوداني، خاصة وأنهم أطفال صغار وكثير منهم فاقدي السند، خاصة بعد خروج المستشفيات التي كانت تتعامل مع هذه الدار خارج الخدمة. شكرا جزيلا لك أحمد ضو البيت، كنت معنا من الخرطوم.